اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم مشاهدين الكرام. خلق الله عز وجل المرأة وجعلها ونيس الرجل وسندا له وإعانة له وجعلهما أزواجا حتى تنشأ أسرة صالحة بينهم، وكذا للمرأة مكانة كبيرة في الإسلام. وأوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الزوجات بطاعة أزواجهن، وقد حث على الرفق بهن في كل وقت، ونهى عن تزويج الفتيات كرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على حمايتهن من الأذى الجسدي أو المعنوي، ويظهر رحمته صلى الله عليه وسلم بهن بأكثر من طريقة وفي أكثر من موقف، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الوصية بالنساء، وكان يقول لأصحابه رضي الله عنهم: استوصوا بالنساء خيرا. ولكن حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النساء من بعض الأعمال التي تنطوي على مخالفات شرعية، لأن الوقوع في تلك المخالفات من أسباب سخط الله عز وجل عليهن وعدم دخولهن الجنة. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، النساء أكثر أهل النار. وسبب ذلك ما جاء في حديث آخر أنه لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار من النساء، قالت إحدى النساء: ولما يا رسول الله؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم بقوله: يكفرن، أي إنما كن أكثر أهل النار لأنهن يكفرن. فقالت إحداهن: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، أي ينكرن نعمة الزوج وإحسانه إليهن. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، أي العمر كله، ثم رأت منك شيئا واحدا مما تكره، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أي ما وجدت منك شيئا ينفعني أو يسرني طيلة حياتي كلها. وهناك ذنوب ترتكبها النساء والبنات في زمننا هذا. أخبر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من تفعل هذه الذنوب فهي مكانها في النار وملعونة في الدنيا. والنوع الأول: النساء اللواتي يضعن الوشم، فقد لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات المغيرات لخلق الله. رواه البخاري. والواشمة هي من تصنع الوشم وترسمه على الأجساد، والمستوشمة هي من تشتري الوشم لجسدها. والمقصود بالوشم هو الوشم الذي يصنع بغرز الإبر. النوع الثاني: المرأة التي تقوم بالنمص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص هو نتف الحاجبين عند النساء، والنامصة هي من تقوم بهذه الصنعة، والمتنمصة هي التي يتم نتف حاجبها. النوع الثالث: المرأة التي تستخدم التفلج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات. والمقصود بالتفلج هنا هو برد ما بين الأسنان الثنايا. أما النوع الرابع: المرأة المغضوب عليها من زوجها. وغضب الزوج على زوجته هو سبب في عدم قبول صلاتها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى الله حسنة: السكران حتى يصحو، والمرأة الساخط عليها زوجها، والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه. ولكن ذلك الحديث مشاهدين الكرام هو حديث ضعفه بعض أهل العلم، فقد ذكر ابن أبي حاتم الرازي فقال: هذا حديث منكر، وضعفه الشيخ الألباني. ولكن لا شك أن غضب الزوج في الإسلام على زوجته إثم كبير وعقوبة كبيرة في حقها، فإن غضب الزوج عليها إن كان بوجه حق يوجب سخط الله عليها ولعنة الملائكة لها، ولكن إن صالحت زوجها وأرضته
كان لها الأجر العظيم عند الله عز وجل، فإن الحياة الزوجية تدوم بالمسامحة والمصالحة وليس بالتدقيق في الحقوق. قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. النوع الخامس: النساء المتشبهات بالرجال. وما أكثرهن هذه الأيام، حيث إننا نرى بعض الفتيات والنساء يقصصن شعورهن ويقصرهن، وهذا تشبه بالرجال. وكذا بعضهن يرتدين ملابس تشبه ملابس الرجال كالبناطيل الضيقة والقمصان، وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. النوع السادس: المتبرجة. والتبرج، وما أكثره في زماننا هذا من فساد في الملابس وانتشار الموضة التي تعمل على إظهار مفاتن المرأة، قال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والمقصود بكاسيات عاريات أي إن ملابسهن تشف وتخف وتظهر أجسادهن، ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت المقصود بها رباط رأسهن أشبه بسنام الجمل. النوع السابع: المرأة النائحة. ومعنى النائحة هي التي تسك الوجه وتقطع ثيابها في المآتم. وأيضا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تذهب إلى القبور وتنتحب هناك، وقال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وكانت هناك عادة قديمة هي أنه في حالة وجود ميت فإن أهل الدار يستأجرون النساء النائحات اللواتي يقمن بالصراخ والنواح على الميت، وكانت هذه من عادات الجاهلية قديما. النوع الثامن: المحلل لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه. والمرأة هنا هي التي تم تطليقها ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها مرة أخرى، فتقوم باستئجار زوج أو شخص تتزوجه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها القديم. النوع التاسع: المرأة التي تضع الباروكة في شعرها وهي تسمى الواصلة. وهي المرأة التي تقوم بعمل الباروكة أو ما يسمى بوصل الشعر ببعضه، وذلك موثق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. النوع العاشر: زوارات القبور. والمقصود هنا بها كثرة زيارة القبور من النساء اللواتي يترددن على القبور بكثرة ويتخذن الأموات أولياء يتقربن إلى الله تعالى بهن، وقال فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال صلى الله عليه وسلم لها: اتق الله واصبري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.